شدد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو اليوم الأربعاء على ضرورة إخراج تنظيم الدولة من منطقة منبج بريف حلب الشرقي والقريبة من الحدود السورية التركية، مؤكدا أن تركيا تقوم بالعمل اللازم من أجل تحقيق ذلك، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تركيا عبر سكايب الصحفي حجي عدنان المختص في الشأن التركي. مرحبا بك سيد حجي، لماذا تريد تركيا إخراج تنظيم الدولة من منطقة منبج، وما مدى الجدية التركية في تحقيق ذلك؟ بداية أسعد الله مساءكم أنتم متابعين الأكارم. من المعلوم أن مدينة منبج تقع شمال سوريا وجنوب تركيا، وهي ذات أهمية استراتيجية لتنظيم الدولة. هناك تصريحات متعددة اليوم صدر من رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان أن إذا استمر تنظيم داعش الإرهابي باستهداف مدينة كليف فإنهم سيدافعون عنه وسوف يقومون بالرد على كل انتهاكات للأراضي التركية. وهنالك أيضا رئيس مجلس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في تصريح له قال أن تركيا قد تضطر إلى التدخل في سوريا بقوات برية إذا اضطرت الأمور للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأن تركيا في مقدمة الدول التي تكافح هذا التنظيم، وأنها لا ترغب برؤية التنظيم في المناطق القريبة من الحدود، وتعمل على دعم المعارضة السورية المعتدلة التي تقوم بمواجهة التنظيم. طيب سيد حجي، وزير الخارجية التركي صرح أن بلاده ستقوم باللازم لإخراج تنظيم الدولة من منبج، ما هي الإجراءات التركية أو السيناريوهات المتوقعة لتحقيق ذلك برأيك؟ صرح وزير الخارجية التركية مولود تشاوشأوغلو أن بلاده ستنشر خلال هذه الشهر على الحدود مع سوريا صواريخ من طراز هامارس، وذلك بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الهدف الأساسي هو أن تطهر المنطقة الممتدة حتى مدينة منبج. هذه آخر التصريحات، واليوم سمعنا تصريحات أخرى من وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو أنه يجب طرد تنظيم داعش فورا من المنطقة السورية قريبا من الحدود التركية، وأن بلاده تعمل على تحقيق هذه الأهداف، ويجب ضرب داعش في المناطق التي توجد فيها وهي منطقة منبج بالأخص، ويسعى كل من التنظيم الدولة الحفاظ على هذه المدينة الاستراتيجية ذات كونه طريق لوجستي بالنسبة له لاستمرار المعارك خصوصا في الريف الشمالي في سوريا. نعم، من تركيا الصحفي حجي عدنان المختص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك.